أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. تجمع الحراك الثوري في إدلب يعلن الموافقة الأولية على مبادرة الإصلاح والتغيير التي أطلقتها مجموعة من الشخصيات الثورية والأكاديمية ورجال العلم بهدف الحل في المناطق المحررة وخاصة إدلب. اندلاع 19 حريقا شمال غرب سوريا يوم أمس الأربعاء، بينها 12 حريقا في الأراضي الزراعية بريفي حلب الشمالي والشرقي وبريف إدلب. مؤسسة المياه في المجلس المحلي لمدينة عزاز تعلن بدء تركيب عدادات مياه جديدة للمنازل في المدينة تعمل عن طريق الكرت الذكي مسبق الدفع. إصابة 5 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من السكن الجامعي في مدينة حمص. سلطة الأسد تعلن مقتل طفلة وإصابة 10 مدنيين بهجوم إسرائيلي استهدف أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس بطرطوس.